بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، رحب بكم في فيديو جديد نستكمل فيه سلسلة حلقاتنا في حل كتاب الموسوعة. وصلنا مع بعض على بوكليت رقم 20، جاي بيقول اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين. جايب لي رسمة ما شاء الله عليها تايهة كده، كذا حاجة في بعض. بيقول لي 6 5، ده 5 هنا من الكبد، تمام، وجليكوجين جلوكوز، طيب 3 ده جاي من البنكرياس، 1 بيحفز البنكرياس، طب 2 مش باين العلاقة بتاعته، 3 بيأثر على 5، 4 ايه دوره او علاقته مش عارف. طيب بقول اي الاختيارات تصف الجملة التالية: الحفز، زيادة الجلوكوز والهرمون الانسولين، المحفز مثلا، المحفز زيادة الجلوكوز والهرمون الانسولين. مين اللي يحفز زيادة الجلوكوز والهرمون الانسولين؟ بسم الله، زيادة الجلوكوز وهرمون الأنسولين. يعني مش عارف، في صياغة خطأ في الحتة دي، فمش يعني جاي معايا. المحفز زيادة الجلوكوز وهرمون الأنسولين، مين اللي هيحفز عندي زيادة الجلوكوز والأنسولين؟ الأنسولين طبعا عشان يزيد في قلب الدم، هيجي مثلا عندنا وليكن البنكرياس، البنكرياس يفرز الأنسولين، فالأنسولين مثلا عندنا يأثر على الكبد. ممكن يكون حاجة تانية مثلا هنا، يعني نفترض ان 5 دي الأمعاء أو الـ12، تمام، ده إفرازات هضمية، ماشي، لكن احنا عندنا 3 ده بيأثر على الكبد ان هو يخزن الجلوكوز في الكبد في صورة جليكوجين، ماشي، يبقى ده 3 موجود معانا. طيب يبقى 3 موجود معانا هيحفز الانسولين، ماشي، زيادة الجلوكوز. طب زيادة الجلوكوز ده كده هرمون الانسولين، خلاص عرفناه 3. زيادة الجلوكوز ده ايه بقى؟ زيادة الجلوكوز 2 دي مش واضحة ايه العلاقة اللي موجودة عندي، 4 مش واضحة ايه العلاقة اللي موجودة، 1 نبه اللي يحفز البنكرياس. طب اللي بيحفز البنكرياس عندنا الهرمونات بتاع الأمعاء، في حاجة مش مظبوطة في النقطة دي. هي الاختيارات تصف الجملة التالية: الحفز، نقص الجلوكوز والهرمون الجلوكاجون. الحفز، نقص الجلوكوز والهرمون الجلوكاجون، نقص الجلوكوز والهرمون الجلوكاجون. انا اتمنى لو هو حد معانا على جروب التليجرام يا شباب، لو هو عنده كتاب يصور لي الصوره ديت، وان شاء الله نشوفها مع بعض على جروب التليجرام، لان حاسس الصوره ما فيش فيها وضوح، فبالتالي مش قادر، يعني مش عايز اخمن خيار كده وخلاص وارمي اي كده. اي الاختيارات تصف الجمله التاليه: هرمون الجلوكاجون ادى لزياده نسبه السكر في الدم، بينما الانسولين ادى لخفض نسبه السكر في الدم، تمام. العباره دي عباره صحيحه. طب الهرمونين 3 و4 بالترتيب، 3 و2 بالترتيب، والأثر 5 6 و5، 3 و2 بالترتيب. أنا مش عارف 2 ايه علاقتها، 2 مرتبطة بمين؟ هي مرتبطة بواحد ولا بتلاتة ولا مفيش أي إشارة خالص بينهم، لا في إشارة بين البنكرياس ولا غيرها. سامحوني السؤال ده مش هقدر أكمله. ما هي الأعراض اللي تميز شخص يعاني من نشاط زائد في الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية عنده زيادة، فبالتالي الأيض بتاعه يكون عالي. يبقى الأيض الأساسي عالي، يبقى يزداد يزداد صح، ويقل في الاتنين دول راحوا بالسلام. طيب لما يكون الايض عالي، وزن الجسم يكون زيادة ولا قليل؟ ايوه يكون قليل، انما الزيادة ده بيكون له ايه، ايضه منخفض. يبقى احنا عندنا هنختار دي. نيجي الخمسة: قد يلجأ الطبيب اثناء الازمة القلبية الى حقن المصاب. لما يكون عنده ازمة قلبية، يعني ضربات القلب بدأت تقل، تمام، معدل التنفس بدأ ينخفض، فانا في الحالة دي محتاج اعمل حالة طوارئ. طب حالة الطوارئ اللي قدام مني، يبقى هرمون الوحيد اللي دور الادرينالين، تمام. انما لو عايز مثلا اعمل انقباض للعضلات الملساء او ارفع له الضغط شويه، لو هو بيكلمنا عن الضغط، ممكن اختار القبض الاوعيه الدمويه. انما الانسولين ده عشان اخفض السكر في الدم، والثيروكسين ده معدلات ايض. طيب ادرس المخطط ثم اجب ما متوقع ان يكون واحد ايه. طيب نشوف مع بعض. عندنا دلوقتي ده 0 50 150، ولما افرز الهرمون عندنا بدا ينخفض عندنا مستوى الكالسيوم في الدم. يعني مستوى الكالسيوم كان ايه، فبدا ينزل عندي لبي، رجع للطبيعي. يبقى الهرمون اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الكالسيتونين، لان هو اللي مهمته يخفض مستوى الكالسيوم في الدم. ما ولا ده مستوى الكالسيوم، مستوى الكالسيوم عندي زياده، لا لا لا، تخليك معايا ان الكالسيوم كان صفر، بمرور الوقت بدا يزيد مستوى الكالسيوم، بدا يزيد مستوى الكالسيوم، فمين المسؤول ان هو يرفع لي مستوى الكالسيوم ده؟ يبقى الباراثورمون وليس الكالسيتونين. يبقى انا اخطات في الحته دي، سامحوني، تمام. اركز اوي على حته المؤشر اللي تحت او الافق، ان ده بيتكلم عن مستوى الكالسيوم، فمستوى الكالسيوم كان صفر وصل 14. يعني الهرمون ده كل ما زاد عندي
الاقي نسبة الكالسيوم بدأت تزيد. كل ما الهرمون الباراهرمون زاد عندي، الاقي عندي نسبة الكالسيوم بدأت ايه تزيد، تمام كده. وبمجرد ما يوصل للتركيز المناسب، يعني هو في الاول اهو كان منخفض فكان الهرمون عالي، لكن مجرد ما النسبة زادت عندنا هيبدأ هو ينخفض، لان خلاص وصلنا للتركيز الطبيعي. طيب نيجي مع بعض الرقم 7، يعاني وسيم. اللي قدامنا ده يعني اسمه وسيم، ما شاء الله عليه. من حالة مرضية تسببت في عدة تغيرات في جسمية في شكله، ماشي كده بالشكل. ما الغدة اللي تسبب هذه الحالة؟ عنده ايه؟ عنده ايه؟ انت مالك يا حاج؟ عنده صداع مثلا، ماشي. مش واضح على الاخ يعني بيشتكي من ايه بالظبط، يعني اي الاعراض اللي موجود عليه مش باين اي اعراض، انا مش شايف. هو دايخ مثلا، يكون عنده السكر، هنتكلم عن البنكرياس مثلا. طيب ايه اللي في ايديه؟ مش واضح ايه اللي في ايديه. فالبوكلت ده مش واضح معناه اوي يا شباب، في اسئله كتير بس الصور مش واضحه. طيب يعمل هرمون الباراثرمون والكالسيتونين على الباراثرمون والكالسيتونين الاثنين خاصين بنسبه الكالسيوم، فبيحافظ على مستوى الكالسيوم في الدم. لو بسألنا عن الباراثرمون هل هو هيرفع، تمام، الكالسيوم في الدم وبيجيبه من العظام. لو بسألنا عن الكالسيتونين هنخفض الكالسيوم. طيب رقم 9، تنشأ الحالة المعروفة بالبلاهة نتيجة نقص إفراز هرمون نقط قبل البلوغ. بلاهة يعني جاله تخلف عقلي. طبعا الهرمون المسؤول قبل البلوغ واللي بيخلي نمو العقل بالشكل الطبيعي هيكون هرمون ايه يا شباب؟ ها، هرمون الثيروكسين. برافو عليك، يبقى احنا عندنا هرمون الثيروكسين. نيجر رقم 10، بالحصة ما تبدأ. هرمون الجلوكاجون يحول الجليكوجين المخزن في نقط الى جلوكوز. هرمون الجلوكاجون بيحول الجليكوجين المخزن في الكبد، انما لو بتكلم عن الادرينالين يبقى الكبد والعضلات. المخطط البياني التالي يوضح التغير في مستويات السكر في الدم قبل وبعد تناول وجبه غذائيه غنيه بالكربوهيدرات. ما المعدل الطبيعي للسكر؟ سكره الطبيعي كان 90، تمام. ما الهرمون الذي يعمل على تغير مستوى السكر في الدم من الف الى باء؟ من الف لباء يعني عشان ننزله، يبقى ده الانسولين. طب من باء لجيم، ده الجلوكاجون. بعد تناولك لوجبة غذائية كربوهيدراتية، ما الآلية اللي تعمل من خلالها هرمونات جزء اللانجرهانز للحفاظ على مستوى السكر في الدم؟ بعد وجبة غذائية تفرز هرمون الأنسولين الذي يعمل على دخول السكر في الخلايا وزيادة معدلات أكسدته وإنتاج الطاقة. توجيه الكبد إلى تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين في الدم، يخزن في الكبد. والحالة الثالثة إن هو يخزن السكر على شكل دهون في الخلايا الشحمية. صفة 2 من أعراض البول السكري، التبول الشديد والعطش، التبول المتكرر والعطش الشديد، تمام، وارتفاع نسبة السكر في الدم. هناك هرمونات أخرى مع الأنسولين تعمل على حفظ الاتزان الداخلي بالجسم، أذكرها، تمام. عندنا هرمونات بتحافظ على الاتزان الداخلي، احنا عندنا الاتزان الداخلي حاجة كتير جدا، زي هرمون الأنسولين والجلوكاجون الاتنين بيظبطوا مستوى السكر في الدم. عندنا هرمون الثيروكسين والكالسيتونين الاتنين مسؤول عن ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. هرمون الالدوستيرون مسؤول عن ضبط نسبة المعادن في الدم من خلال عدد امتصاص الصوديوم وتردد البوتاسيوم. كل ده عندنا لهم دور في حفظ الاتزان الداخلي في الجسم. هرمون الالدوستيرون ال ADH برضه بيحافظ على كمية المية اللي في قلب الجسم، ده اتزان داخلي. بكده أعزائي الطلاب نكون خلصنا مع بعض البوكلت ال20. أتمنى أكون استفدت من المعلومات. سامحوني على الأسئلة الصور بتاعتها غير واضحة، لأن ما أحبش إن أنا أخمن، تمام. تمنياتي لكم بالتوفيق، ما تنساش تضع لايك للوصول لأكبر عدد ممكن. في رعاية الله، مع السلامة.